التسعة دقائق على ديوانا فام. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس كل، تحية لكل ما التحق بنا في المتابعة الآن. مكملين معاكم إن شاء الله حتى للحداش. بعد شوية أميل باش تهزنا للمكسيك في سان فيلتر. أما قبل هذيك عندي أن سبيسيال ديديكاس، نحب نقولوا جويوز انيفرسير أيوتا. أي مزغنية عمرها 12 سنة اليوم، دوك باباتها وليد وماتها ريم وأختها لينا، يقولوا لها إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير. جويوز انيفرسير أيوتا، إن شاء الله بطول العمر وبالصحة وبالنجاح ليك وأيضا لينا زادة كيف كيف أختك، وربي يفضل هيلكم يا وليد ويا ريم. يلا نمشي والسون فيلتر. صن فيلتر اليوم نجاح من نجاحات المرأة. أنا نفرح برشا كي نلقى مرأة كي ناجحة وفرحانة وهكا تتنعوش شوية في الـ في الـ في الأخبار اللي قاعدين نشوفوا فيها في العالم. النهار 3 جوان لأول مرة في تاريخها منذ الاستقلال، منذ 200 عام بالتحديد، المكسيك تختار امرأة لرئاستها. لجويوز إلو هي اسمها سنيني بربي اسمها كلوديا شيمبوم. شامبوم هي كلوديا شامبوم اللي باش تكون رئيسة المكسيك بداية من شهر أكتوبر 2024. كنت باش نقول 2021 ما نعرفش علاش. دونك لأول مرة زادة بالنسبة للانتخابات تهزها بنسبة 58% من الأصوات. والحاجة اللي تفرح في المكسيك أنه زوز اللي تنافسوا على الرئاسة زوز نساء، معناها لأول مرة في تاريخ المكسيك. برشا ناس يقولوا عليها اللي هي الوريثة وإلا الدوفين بتاع الرئيس الحالي أندريس مانويل لوبيز أبرادور، ولكن عندها شخصيتها الخاصة بها، لأنها أول حاجة هي دكتورة في علوم البيئة، سبيسياليست في الكيستيون دو لينيرجي، كل ما هو طاقة وكل ما هو بيئة. إنسانة متميزة برشا، كانت رئيسة بلدية مكسيكو. وعلاش نحكيه على رئاستها لبلدية مكسيكو؟ لأنه في حملتها الانتخابية وقتها قالت اللي هي باش تقاوم الجريمة، وبالطبيعة في المدة النيابية متاحة اللي ما بين 2018 و2023 نقصت نسبة الجريمة بنسبة 40% في مكسيكو. دونك وهذا اللي خلاها أنها كيف ترشحت لرئاسة المكسيك، من أهم الوعود الانتخابية اللي قدمتها هي إنقاص نسبة الجريمة والناس عندهم ثقة فيها. في ظهورها الانتخابي وفي حملتها الانتخابية لفتت الانتباه لها، خاصة في الزي الرسمي اللي استعملته واللي عملت به الانتخابات. لاحظوها ديما في أنسامبل الأنسامبل بالموف، ولكن فيه النقشة الأوتنتيك متاع لوريجين أوتوكتون متاع المكسيك، بالرغم اللي هي ما هيش مكسيكية 100%، لأنه جذورها تعود لجذور يهودية نزحوا إلى المكسيك خلال الحرب العالمية الثانية، ولكنها كانت قريبة برشا من المواطنين المكسيكيين. وكانت لهنا رجعتنا الحاجة مهمة يا عفاف، اللي هي أنه نجموا نعملوا الانتخابات بورتا بورتا. يعني صحيح الانتخابات تصير عبر منصات التواصل الاجتماعي مهم برشا، ولكن بالنسبة للرئيسة الجديدة للمكسيك تعرف المكسيك بيتا بيتا زنجة زنجة كما نقولوها، لأنها زارت كل الولايات، زارت كل المعتمديات، وقامت بالحملة الانتخابية لها رغم سنها 61 سنة، فإنها كانت ناشطة جدا فيما يخص الحملة الانتخابية متاعها. دونك من أهم الحاجات اللي قالتهم بعد ما تم انتخابها، لن أخذي لكم بالنسبة للمكسيكيين، قالت لهم زيادة لو بوبل افونتو، الشعب قبل كل شيء. ومن المنتظر بالنسبة لحاجات الدوسيات الكبيرة اللي تنتظر رئيسة المكسيك، أول حاجة هي محاربة الجريمة، لأنه وقت اللي صارت الانتخابات